اهلا بكم وفيديو جديد النهارده. معاكم امير اسعد من قناه كله رسم. النهارده هنعمل طريقه تركيب ورق الحائط البوستر قطعه واحده. اول حاجه بنجيب نص جردل ميه وبنحط على الكيس الاسود الايطالي ماده اللزق وبنحط عليه شويه غراء ابيض زي ما حضراتكم شفتوا. بتفضل تقلب كويس لحد ما الخامه تتقل معاك وتبقى متوسطه وتبدا تشتغل بيها. اول حاجه بتاخد فرشه، وبعد ما بتاخد فرشه في كل الجناب بتاعة الحائط زي ما حضراتكم شفتوا، لو في طبعا علبة كهرباء بتفكها افضل. وبعد كده بتبدأ بالرولة بتدي وش للحائط بالطريقة اللي حضراتكم شايفين. بتبدأ تدهن الحائط ووش من المادة اللي انت عملتها. وطبعا اعرفك سعر الورق عامل كام، البوستر قطعة واحدة المتر عامل 110 اللي هو الكتان اللي هو النسيج. دول انضف خامات في السوق ممكن تجيبها، اللي هي النسيج زي القماش كده وبيتقابل الغسيل وبيستحمل المية. بتبدأ بعد ما عملت الوش الاولاني، طبعا الحائط بيشربه، تبدأ ترمي وش تاني بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. اللي انت بترمي الخامة بتخلي الحائط شبعان جدا، عشان لما الورق يبدأ يشرب جزء منه يبقى فيه مادة تقدر توزعها على الحائط في ظهر الورق. بتبدأ تثبت اول حاجة الورق من على اليمين زي ما حضرتك شايف، تظبط اهم حاجة من فوق من الجناب بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده، وبتمشي واحدة واحدة بنفس الطريقة. ودي اسهل طريقة ممكن تركب بيها الورق، مش هياخد منك وقت والموضوع هيكون سهل جدا. انت كده ركبت الورق بطريقة سهلة جدا. بتبدأ بعد كده بالباغة البلاستيك بتبدأ توزع المادة الزيادة اللي تحت الورق، وبتطلع اي هواء من الورق. بتبدأ تكوي في الورق، وبعد كده بتجيب قطر بتبدأ تفصل. طبعا انا كان عندي عوجة في الحائط هنا فانا زودت الورق، انا كده كده مزود. انت لما بتيجي بتقيس وبتعمل ورق بتزود 5 سنتي او حاجة، عشان لو الحائط معوج او في اي حاجة تقدر تظبطها انت بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. بتبدأ كل الطروف بتفصلها بالقطر والباغة، بتمشي بالباغة وتمشي معاها بالقطر. وبعد كده ما بتقطع الزيادات بتبدأ تكوي، وبتجيب قماشة بس بتكون قطن، ويفضل تكون لونها ابيض عشان ما تبهدش على الورق. وبتبلها مية، بتخليها فيها مية بسيط كده، وبتبدأ التروب بتبدأ تنظفها كويس عشان لو في اي مادة ما تعملش لون في الورق. وزي ما حضراتكم شايفين كده بتفنش الحائط. الحائط ده عامل 8 متر مربع، المتر ب110، يعني الورق اللي قدام حضرتك ده ب880 جنيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. لو انت مش مشترك اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.